عراب كل إنجاز في المجاردة أو في أي جزء من أجزاء الوطن هي قيادتنا الرشيدة التي وفرت لنا الإمكانيات والبيئة المناسبة. فضل الله سبحانه وتعالى ما شاهدناه اليوم يتوافق مع الرؤية التي أطلقتها الدولة ويتابعها مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أمير المنطقة حفظه الله، متابعنا لحظة بلحظة في كل ما يعمل في محافظة المجاردة، ويكون أسلوب علمي وأسلوب مميز من فضل الله سبحانه وتعالى. اللي شاهدناه اليوم ابتكارات، مواهب، إبداع.